أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنت إن شئت يا رب العالمين تجعله الصعب سهلا. بإذن الله رب العالمين سوف نحل محافظة المنوفية محافظة رقم 5 في كتاب المعاصر للصف الثاني الإعدادي، فصل درس أول في مادة الجبر. أجب عن الأسئلة الآتية: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة إذا كان الحد الأدنى لمجموعة 10 والحد الأقصى لنفس المجموعة 20، فإن مركزها بتجمع 10 و20 وتقسم على 2 تدي 30 على 2 تساوي 15، يبقى المركز بتاعنا ب 15. الفترة سالب 3 و4، فرق المجموعة سالب 3 و5 هيساوي الفترة النصف مفتوحة سالب 3 و4 مغلقة. ميل المستقيم الموازي لمحور السينات يساوي 0. موازي محور السينات يعني فرق الصادات بصفر، يبقى بيساوي 0. مجموعة حل المعادلة س ناقص 3 بتساوي 1 في ح، هي هنجمع موجب 3 للطرفين، هتروح تبقى س بتساوي 1 موجب 3 بتساوي 4، يبقى هي مجموعة الحل 4. متوازي المستطيلات الذي أبعاده جذر 2 جذر 3 جذر 6 يكون حجمه طول في عرض في ارتفاع، يبقى جذر 2 في 3 ب 6 في 6 ب 36، جذر 36 6 يكون حجمه بيساوي 6 سنتيمتر مكعب. أكمل ما يأتي: إذا كان المنوال لقيم 12 7 س زائد 1 و7 و12 هو 7، يبقى فإن س بكاف بكم؟ يبقى أنا عايز المقدار ده اللي هو س زائد 1 بيساوي 7، يبقى لازم أحط مكان الس 6 عشان 6 1 7، يبقى س بكام؟ ب 6. جذر 54 التكعيبي زائد جذر التكعيبي لسالب 2 بيساوي جذر التكعيبي لكام؟ ما ينفعش نجمع ده مع ده، لأن ده جذر وده جذر، فأنا بجيب جذر زائد جذر. 54 دي جذرها كام؟ 6 في 9، 6 عبارة عن 3 في 2 في 9، يعني 2 في 27. يبقى أنا بحسبها بره كده الأول: جذر التكعيبي ل27 في 2 زائد الجذر التكعيبي لسالب 2 بتساوي 27، عبارة عن 3 جذر التكعيبي لـ2 والسالب 1 دي بتخرج من تحت الجذر بسالب في موجب بسالب جذر التكعيبي لـ2 بالموجب، أصبحت عندي 3 سالب 1 جذر التكعيبي لـ2 بتساوي 2 جذر التكعيبي لـ2. طب لو أنا عايز أخليها تدخل كلها تحت الجذر، هدخل الـ2 ب 2 في 2 في 2 ب 8، الـ2 هتخش تحت الجذر ب 8، يبقى بتساوي الجذر التكعيبي لكام؟ 8 في 2 ب 16. الوسيط مجموعة القيم 3 6 5 4 6 2 هنرتب، يبقى 2 3 4 5 6 6 كام؟ ده 1 2 3 4 5 6 قيم، باخد الاتنين اللي في النص اللي هما الأربعة والخمسة واجمعهم واقسمهم على 2، 4 زائد 5 على 2 بتساوي 9 على 2 بتساوي 4.5. إذا كان سالب 1 و2 الزوج مرتب يحقق العلاقة 3 س زائد ك س ص بتساوي 7، فإن ك بكام؟ هنشيل الس ونحط سالب 1، يبقى 3 في سالب 1 زائد ك في 2 بتساوي 7، يبقى اذا ك 2 ك بتساوي 7 زائد 3 بتساوي 10، يبقى ك بتساوي 10 على 2 بتساوي 5.
إذا كانت س بتساوي جذر 3 زائد واو 2 وص بتساوي جذر 3 ناقص 2، فإن س في ص بكام؟ أضرب ده في ده، هيبقى جذر 3 زائد 2 في جذر 3 ناقص 2، ده هو نفسه، يبقى ده فرق بين المربعين، بيديني مربع الأول اللي هو 3، جذر 3 في جذر 3 ب 3 ناقص مربع التاني اللي هو 4 بيديني السالب 1. اختصر لأبسط صورة، جذر 18 التربيعي بتساوي جذر 18 عبارة عن 9 في 2، يبقى تدي 3 جذر 2، 9 عبارة عن 3 تربيع، 3 جذر 2 زائد 8 عبارة عن 2 في 4، الأربعة بتدي 2 وتفضل 2 تحت الجذر، 2 جذر 2 ناقص ال 50 هي عبارة عن 25 في 2، ال 25 بتطلع بخمسة جذر 2. أصبح كله كده إيه؟ جذر 2 بس دي السالب ديت. أجمع 3 و 2 جذر 2، 5 جذر 2 سالب 5 جذر 2 يبقى هيساوي صفر. إذا كانت أ بالفترة المغلقة سالب 2 و 3 وباء الفترة النصف المغلقة 1 و 5، فأوجد ناتج ألف اتحاد باء، أدي الألف سالب 2 مغلقة والتلاتة مفتوحة، دي الفترة الأولى. تانية، 1 مغلقة و5 مفتوحة، ألف اتحاد باء هيساوي بقى، هناخد ده كله من عند الاتنين سالب 2 لما نوصل للخمسة، بس 5 هتبقى مفتوحة ودي مغلقة. طيب ألف تقاطع الجزء المشترك، 1 مغلق و3 مفتوح، 1 و3، 1 مغلق اهو يبقى نقفل هنا، وهنا دي مفتوحة مش موجودة، هنا موجودة، هنا مش موجودة، يبقى دي مفتوحة، 1 و3. أوجد مجموعة حل المتباينة، سالب 2 أقل من أو تساوي س زائد 1 أقل من أو تساوي 3 في ح مع التمثيل فترة على خط الأعداد. يبقى نجمع سالب 1 للأطراف، سالب 2 سالب 1 أقل من أو تساوي س زائد 1 سالب 1 أقل من أو تساوي 3 سالب 1، تديني هنا س أكبر من أو تساوي سالب 1 سالب 2 سالب 3، وهنا أقل من أو تساوي 3 سالب 1 ب 2، يبقى إذا س أكبر من أو تساوي سالب 3، دي سالب 3 وديت 2، سالب 3 مغلق و2 كمان مغلق، يبقى س ما بين الفترتين بالشكل ده، هي دي مجموعة الحل المتباين. إذا كانت س بتساوي جذر 3 زائد جذر 2 على جذر 3 ناقص جذر 2، فيثبت أن س زائد 1 على س بتساوي 10، عايز س زائد 1 على س زائد بتساوي 10. الس جذر 3 زائد جذر 2 على جذر 3 ناقص جذر 2 زائد 1 على س، تبقى جذر 3 ناقص جذر 2 على جذر 3 زائد جذر 2 بيساوي، هناخد مقام مشترك اللي هو حاصل ضرب ده في ده، جذر 3 ناقص جذر 2 في جذر 3 زائد جذر 2. طبعا ادي السين ودي 1 على سين، هي نفس السين بس بنقلبها بقى عشان هي من قلوب السين، المقام بسط والبسط مقام، ناخد مقام مشترك حاصل ضرب المقام في المقام، نقسم المقام ده كله على المقام الاولاني يديني ايه؟ المقام ده مضروب في ده، يبقى جذر 3 زائد جذر 2 في جذر 3 زائد جذر 2 زائد، نقسم ده على ده هديني جذر 3 ناقص جذر 2 في جذر 3 ناقص جذر 2 تساوي حاصل ضرب المقام، بيدي مربع الأول اللي هو 3 ناقص مربع التاني اللي هو 2.
البص بقى حاصل ضربه المربع الأول اللي هو 3، المربع التاني اللي هو 2، الأول في التاني ده في ده، وده في ده، يعني الأول في التاني في 2، زائد 2 جذر 3 في جذر 2، زائد جذر 3 ب3 ناقص التاني ب2، جذر 2 في جذر 2 بالسالب 2، ده في ده وده في ده، واحد ناقص 2 بالناقص، يبقى ناقص 2 جذر 3 جذر 2 بتساوي 3 و2 5، ده على 1 طبعا. جذر 2 جذر 3 جذر 2 جذر 3 جذر 2، 3 ناقص 2 بزائد 1، عندنا هنا ناقص في ناقص، ناقص في ناقص بزائد، ناقص ناقص موجب جذر 2، دي تبقى زائد 5، بتساوي 5 و5 10 على 1 بتساوي 10، أثبت له. يبقى إذا س على 1 على زائد س على 1 زائد س على 1 زائد 1 على س بتساوي 10. كرة من المعدن طول قطرها 6 صهرت وحولت كل مادتها إلى أسطوانة دائرية قائمة طول نصف قطرة قاعدتها 3، احسب ارتفاع الأسطوانة. كرة من المعدن يبقى نصف قطر الكرة نقل الكرة بيساوي 3، صهرت وحولت كل مادتها إلى أسطوانة دائرية قائمة. طيب الأول أنا أجيب حجم الكرة، حجم الكرة بيساوي 4 على 3 باي نق تكعيب، بتساوي 4 على 3 باي في نق تكعيب، ادي 3 خلاها معادي، يبقى باقي 3 تربيع ب9، التلاتة مع التلاتة يبقى بتساوي 4 في 9 ب36 باي. دي حجم الكرة اللي هتتحول الى اسطوانة دائرية. حجم الاسطوانة بتساوي 2، بتساوي باي نق تربيع عين، ده حجم الاسطوانة طبعا اكتر بعين. طيب يبقى اذا ده هو بيساوي باي، هو بيقول حول الاسطوانة الدائرية طول نص قطرها قاعدة نص قطر قاعدتها 3، بتساوي 3 تربيع باي ناقص تربيع، ده حجم الكرة بيساوي حجم الاسطوانة باي ناقص تربيع اللي هي 3 تربيع في عين، عايزين الارتفاع بقى، نروح الباي مع الباي، على 9 في 1 على 9 في 4، يبقى إذا ارتفاع الأسطوانة بيساوي 4 سنتيمتر. السؤال الخامس، أوجد ميل خط المستقيم ألف باء حيث ألف بتساوي باء بتساوي، عايزين ميل خط المستقيم ألف باء حيث باء موجودة أهي، يبقى ميل، نقول ميل ألف باء خط مستقيم بيساوي فرق الصادات اللي هي 3 سالب 5 على سالب 1 سالب 2 بتساوي 3 سالب 5 بسالب 2 على سالب 3 بتساوي 2 على 3. أوجد الوصل الحسابي، الوسط الحسابي لتوزيع التكرار التالي. طب أنا عندي توزيع تكراري، يبقى هنا المجموعات، بعمل جدول أكتب فيه المجموعات، وهنا التكرار، مجموعة 10 20 30 50 70 90، آخر حاجة 110 طبعا، هيبقى 10 بالـ4 6 8 7 5، المجموع يديني 30، ده طبعا من 110. بعد كده بعد ما جبت المجموعات هجيب مراكز المجموعات، بدل في مجموعات يبقى بجيب مراكز المجموعات ميم، ودي التكرار كاف. مراكز مجموعات 10 ل30، المنتصف بتاعتها 20، بضيف 10 على الاول كل مجموعه تديني مركز المجموعه، يبقى ديت 40، ودي هتبقى 60، ودي هتبقى 80، ودي هتبقى 100. مراكز المجموعات بضربه في تكرار، يبقى ميم في كاف، واجيب مجموعهم
أضرب المركز في تكرار 24 ب 80. 0 6 4 في 6 ب 24. 0 6 في 8 48. 0 7 في 8 56. 5 في 100 ب 500. نجمع بقى الكلام ده، ده الصفر 4 و6 10، 8 و8 16، و10 26. 6 معانا الواحد، 8 و8 16، و10 26. 6 ومعانا الاثنين، 8 و8 16، 26. 2 و2 4، و4 8، 8 و10 18. يبقى الوسط الحسابي بيساوي سيجما سيجما ميم في كاف على سيجما كاف، بيساوي 0.681 على 30، بتساوي 0 مع 0 18 على 3 في 6 36 على 3 في 2 2 في 6 3 في 6 2 في 3 ب 6 3 في 6 ب 18 كده مظبوط. يبقى الوسط الحساب بيساوي 62. وكده يبقى خلصنا محافظة القليبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.